يشرفني ويسعدني أنا وأخي الناني أننا مكلفان بمشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف وزويرات، وهو بنية تحتية هامة ستغير شكل المنطقة، إذ ستفك العزلة على المناطق الحدودية وتفك آفاق رحبة التنمية والشراكة، وتفتح آفاق رحبة التنمية والشراكة والتبادل الاقتصادي، ناهيك عن تواصل الشعبين بعد إنشاء المركزين الحدوديين. إني مقتنع بأن لجنتنا ستنكب على دراسة الملفات بكل مرونة وفعالية، مما سيسمح بالخروج بتوصيات ومحاور عمل من شأنها أن تعطي ديناميكية جديدة تدفع التعاون الثنائي بين بلدينا نحو الأفضل، وتهيئ الأرضية لعقد أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون في أحسن الأحوال.